جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي أسباب المغفرة وما معنى الاستغفار؟ أسباب المغفرة التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بصدق. إذا تاب العبد إلى الله بصدق وإخلاص وعزم على ترك الذنب وعزم على عدم الرجوع إليه، يعني ترك الذنب فعلا وعزم على عدم الرجوع إليه وندم على ما حصل، فإن الله يتوب على ويغفر لمن تاب واستغفر الله عز وجل. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي إنكم تخطئون من الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فسبب الغفران هو الاستغفار، طلب المغفرة من الله والتوبة إلى الله عز وجل. نعم.